رايت. طب تسمح لي كابتن بس قبل ما اكمل مع حضرتك كلامنا عن ماتش النهارده واخد تقييماتك للاعبين لاعبي نادي الزمالك النهارده. نادي الزمالك امبارح بالامس كسب بطوله افريقيا للسيدات في الطايره، وحقيقه وصل كمان لمباراه في كاس العالم للانديه، وبالتالي طبعا فرحه كبيره حقيقه داخل القلعه البيضاء وجماهير نادي الزمالك. خلينا نروح للكابتن احمد فتحي مدرب الفريق واقول له مبروك، والحقيقه برضو يعني الامور بالنسبه لنادي الزمالك البطوله اكيد هتفرق كتير جدا بالنسبه لالعاب الصالات داخل نادي الزمالك. اكيد كابتن احمد تحياتي ليه. اهلا كابتن محمد، ازي حضرتك؟ ازاي الكابتن، مبروك ليك يا كابتن. كابتن رضا عبد العال معانا كمان على معانا في الاستوديو. مبروك يا كابتن رضا حبيبي يا كابتن. الحمد لله للجمهور نادي الزمالك ومجلس الاداره بصراحه واللعيبه الافضل. الف مليون مبروك يا كابتن. مبروك. وحقيقه كان امبارح ماتش صعب جدا 3-2، يعني كان فيها تخد ما بين يعني القطبين، ودائما الحقيقه الماتشات بتبقى صعبه يعني، وخصوصا بقى في العاب الصالات كمان الامور بالنسبه للاهلي والزمالك منافسه قويه سواء بقى رجال او سيدات يا كابتن. طبعا كان ماتش صعب جدا والله فعلا، يعني ماتش استمر تقريبا ساعتين ونص، يعني فتره طويله جدا بالنسبه لماتش فولي سيدات يعني، وماتش كان متكافئ لاقصى درجه النادي الزمالك ونادي الاهلي لعبوا مباراه كبيره فعلا يعني، الحمد لله كان التوفيق صالحنا. نادي الاهلي برضه كان يعني طبعا نادي كبير والحمد لله احترمناه، وكنا مقدرين كل مواقف الملعب طول المباراه، ومعانا مدرب كبير كابتن ابراهيم فخر الدين طبعا، بس الحمد لله يعني قدرت بلدنا الحمد لله تتفوق وتفوز ببطوله افريقيا للمره الثانيه على التوالي الحمد لله. صحيح، وفي تاريخ نادي الزمالك يعني ده تاريخ نادي الزمالك تقريبا هم دول بطولتين بالظبط. الحمد لله انا كسبنا البطوله اللي فاتت السنه اللي فاتت، كان لاول مره في التاريخ من كنا في تونس، وده الموسم الثاني الحمد لله ربنا كرمنا، عوضنا خساره الدوري والكاس ببطوله مؤهله لاول مره لكاس العالم السنه دي ان شاء الله. اصعب ماتش كابتن في البطوله دي؟ طبعا الماتش النهائي بتاع النادي الاهلي، هم ماتشين سيمي فاينل مع البنك التجاري الكيني، ده تقريبا اكتر من نص لاعبات المنتخب كينيا، وكان معاهم شارون دي اقوى لعيبه في افريقيا كانت محترفه في اليونان جابوها، كان ماتش يعني كان ماتش جامد جدا. وطبعا النهائي مع النادي الاهلي طبعا في ده ماتش كان امبارح يعني تابعت الشوط الاولاني والثاني كده كابتن، هي كنت بتابع النتيجه. لا ماتش صعب اكيد يعني، وجوه برضه صاله النادي الاهلي، فدي برضه امور برضه بتتحسب اكيد للفريق يعني. طبعا فعلا كان ماتش صعب على البنات عندنا في وسط النادي الاهلي وفي وسط الجمهور الكبير من النادي الاهلي، طبعا احنا برضه بنشكر جمهور نادي الزمالك فعلا يعني، وبجد بقدم لهم البطوله دي لانهم فعلا كانوا واقفين ورا الفريق الفتره اللي فاتت، وكانوا بيحفزوا في البنات اخر فتره كده، وكان نفسهم يفرحوا، واحنا كنا نفسنا بجد نكسب عشان نفرحهم بصراحه، واحنا كنا اكتر حاجه فرحانين ليها امبارح ان احنا فرحنا بجمهور نادي الزمالك بصراحه. الوصول للمونديال بقى كابتن والتجهيز لحاجه زي كده، وهل الكابتن مكمل؟ لان معلوم ان حضرتك كنت موجود في نادي سبورتنج ورجعت نادي الزمالك يعني، فالامور بالظبط يعني استقرار فني. انا 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 الموسم ده كنت في نادي سبورتنج، خلصنا الدوري من حوالي 3 اسابيع كده، وكان نادي الزمالك يعني محتاجني ان انا يعني ابقى موجود بعث في بطوله افريقيا دي. طبعا اول ما كلموني الناس ما ترددتش، وهم كلموا اداره نادي سبورتنج بعد موافقتهم طبعا ان احنا كنا خلصنا الموسم هناك يعني، فالحمد لله يعني مكمل يعني كابتن المسؤوليه مكمل يا كابتن مع الفريق يعني. والله لا يعني بص، هو طبعا يعني الناس بيطالبوا ان انا اكمل، بس انا ليا موسم كمان مع نادي سبورتنج، ف يعني لو اداره نادي الزمالك يعني قعدت مع اداره نادي سبورتنج وتفهموا طبعا اكمل في نادي الزمالك، لو لان انا برضو يعني انا بحترم تعاقدي مع نادي سبورتنج، ولازم الناس كويسه جدا، ما اقدرش يعني برضو امشي بشكل مش كويس يعني، لازم امشي بشكل كويس ان شاء الله. طيب الحقيقه برضو امبارح كابتن الفريق كابتن ياسمين نوح اعلنت اعتزالها، فهل ما قبل المباراه الحقيقه كابتن او ما قبل البطوله كان في اتفاق ان ده ممكن يحصل في حاله حصول الفريق على البطوله؟ طبعا هي ياسمين طبعا كابتن الفريق لها اكتر من حوالي 20 سنه لعيبه كبيره يعني وقائد الفريق، وكان الحمد لله يعني كان اول بطولاتها معانا السنه اللي فاتت في تاريخ سواء كاس مصر او بطوله افريقيا، فهي كمان السنه دي كمان بطوله افريقيا دي اول مره تحصل النادي يحصل على بطولتين افريقيا ورا بعض سنتين متتاليين، وخاصه ان هم فعلا بطولتين لوحدين في تاريخ نادي الزمالك من 108 سنه يعني او اكتر،
فكان وقت مناسب جدا. هي كانت قايله لي قبلها ان يا كابتن انا السيزون ده اخر سيزون ليا، ويعني يا رب ربنا يكرمنا ببطوله كبيره زي دي وتبقى هي مسك في ثاني يعني. فطبعا انا بحترم قرارها وربنا يوفقها يا رب ان شاء الله. استمرار حضرتك هل معناه ان هيبقى في تدعيمات، خصوصا لو يعني الوصول لكاس العالم انديه محتاج بعض التدعيمات اكيد القويه، لانك يعني بتلعب بقى ليفل مختلف. طبعا هو بالفعل نادي الزمالك تعاقد مع لعيبه دوليه خلاص لسه من حوالي اسبوع او 10 ايام كده، وخلاص تم انهاء كل الاتفاق سواء مع النادي الشمس او مع اللعيبه يعني. ويعني احنا الناس تستريح بس شويه كده بعد البطوله دي، لان احنا الفرقه دي شغاله بقى اكتر من 11 شهر، وبعد كده نشوف كل نواقص الفرقه او اللي محتاجينه وسائل الموسم الجديد او المفروض في العالم ان شاء الله. كابتن احمد مبروك لحضرتك، مبروك لنادي الزمالك، مبروك للاعيبته طبعا، اللاعبات يعني بمعناه طبعا، لانهم اكيد يعني ماتش كان صعب، وماتش كان صعب على حضرتك، ومبروك الف مبروك الوصول لكاس العالم للانديه. طيب بشكرك يا كابتن طبعا.